الباب الأربعون وثلاثمائة. باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. رواه البخاري.